أيوة. الشرك نسأل العافية والسلامة ينقسم إلى قسمين. الله ما قالت وله لك كفلان. شرك أكبر عندنا تلك ما قالت هذا. وشرك أصغر قلتني ملستني بالله ما قالت هذا. المحرمات أقسام أربعة. كل ما حرم الله ينقسم إلى أربعة أقسام. الله ارمي أدرق ودمر أسو أراد طينة كفلان. صغائر تنش حرام الله. وأعلى من الصغائر الكبائر دمون دقنا تلك هنا حرام الله. وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر. وأعلى أعلى من الكبائر الشرك الأصغر. كبائر تلك شرك الأصغر. وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر نسأل العافية والسلامة. دمو تزعت شرك دمو تلك شرك الأصغر نتلك حرام. إذن لو قال لك قائل أعظم المحرمات عقوق الوالدين صح أو خطأ؟ خطأ. تقول أعظم المحرمات الشرك الأكبر. نعم تلك حرام ينات حق ما قادلنا بلو بله تككلنا مرسو ويسادلنا مرسو تككلنا تلك محرمات بالله ما قالت. لو قال لك قائل ما حكم الذبح للجن؟ عند تياكي لجن مارد من دنو أحكامه بلو بيطيق. أنت طالب علم أنت تمارين علم فلاي لا يمكن أن تقول حرام لا يجوز. ملسو حرام أو يميلو بك عدلم كذلك ولا يمكن أن تقول شرك. عند ذي دمو شرك أو يعلو ملسو أيوان تقول هذا شرك أكبر مخرج من الملة موجب الخلود الأبدي في النار تخوفه من هذا. مثلو إيه شركنو كسلمنا من تتارقو يميوطا زلالم جهنم يمياس قبانو ملسو يتمعلم. لابد أن نحذر من هذه المراتب الأربعة. كان ذيه كارات مراتب وشعارات كحرام آينات وشدن حفظات شو يقبان. الصغائر تؤدي إلى الكبائر. تنشيت وانجل ودت لك تعرف سالك الكبائر يؤدي الى الشرك الاصغر. تلك وانجل حرام دم ودى الشرك الاصغر ودت النشو شرك تعرف سالك الشرك الاصغر نسعى في السلام يؤدي الى الاكبر. تنشو شرك دم ودى تلك شرك تعرف سالك